فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان هناك جماعة مع الإمام فسلم الإمام التسليمة الأولى، فهل لبعض المأمومين ممن فاته بعض الصلاة أن يقوم مباشرة بعد التسليمة الأولى؟ إذا قام بعد التسليمة الأولى انقلبت صلاته إلى نافلة. يقول الفقهاء هكذا: إذا قام قبل التسليمة الثانية انقلبت صلاته إلى نافلة، فلا بد أن يأتي بالفريضة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.